أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المغرب الحاضر هايدلبرغ الدار البيضاء 27/7/2022 ICXX شمال إفريقيا 2022 معرض الإسمنت الدولي في دار البيضاء. سيقام معرض ICXX لأول مرة في المغرب وذلك في مدينة الدار البيضاء من 15 إلى 16 ديسمبر 2022، وسيتناول هذا المعرض الابتكارات الحالية في صناعة الأسمنت، وهي مسألة هامة بالنسبة للمغرب، ويشكل المغرب سوقا هاما للمنتجات الأسمنتية، وتحصل الأسمنت على نسبة تحصل 45% في سوق مواد البناء المحلية. شركات تصنيع مواد البناء في المغرب يمكنها استغلال مواد البناء جاهزة وتستخدم هذه المباني في بناء المنزل الجاهز حقيقة، وما زال الكثير من مواد البناء تستورد حاليا من دول خارجية مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، وأغلب ما يكون الزجاج والخشب والمواد الطبيعية. أما بالنسبة للأسمنت العادي فالمغرب في وضع جيد، وأكبر المنتجات هو الأفارج، يعني أكبر المنتجين هم الأفارج وهوليست وسمنت دو ماروك، هذه شركات مغربية معروفة في هذا المجال، حيث تملك شركات هايدلبرغ الألمانية حصة أغلبية فيها ونعم، وهذه حقيقة جدا معروفة ومهمة في المغرب، وتستورد تقريبا 1 مليون طن إلى الخارج من الإسمنت المغربي، ويستخدم أسمنت أيضا في كل مكان. وإذا قمت ببناء منزل عليك أن تستخدمه في بناء الأساس البيت، ولكن في الجدران عليك أن تستخدم المواد الطبيعية، وذلك لحفظ الحرارة وحفظ البرد من هذا المنزل. وشكرا جزيلا وإلى اللقاء.